السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم راح نشارك معكم طريقتي في تحضير هذه الشربة، هذه اللي نبغيها بزاف ويعني سخفت عليها، كان كل شيء مزايد بصح الله غالب أنا بغيت هذه الشربة هذه، وكان عندي شوية بلون دو بولي قلت ندير بها، يعني نديرو فيها. كانت ما الله يذكرها على خير والله يطول في عمرها، كانت تدير لنا هذا النوع تاع الشربه وكانت تعجبني بزاف، وكانت ديرها بلا لحم وتجي بنينه كما راكم تشوفوا هنايا على بركه الله. نعطيكم المقادير. في التوابل عندي الكركم، راس الحانوت، قرفه، والفلفل الكحل، العكري، والملح، وعندي الفيرميسال، حبه بصل ومقطعه يعني ناعمه، وعندي ناب تاع ثوم مقطع ناعم، عندي القزبر مقطع، عندي البلون دو بولي، وعندي الوريقه تاع الرند. وفي الخضار عندي الزروديه، بطاطا، والطوماطيش، حبه طوماطيش صغيره ماهيش كبيره بزاف، وزيت الزيتون راح ندير فيها زيت زيتون، ما نديرش الزيت العاديه. بسم الله، نحطوا الدجاج، نحطوا الخضر كامل الا البطاطا حتى يتقلى شويه، يعني الزروديه تتقلى شويه باش نرمي البطاطا. حطوا الوريقه تاع الرند، زروديه، طوماطيش، القزبر، البصل، الثوم، ثوم ما نكثروش، انا درت ناب صغير. وحتى الجوة تاع الحار من بعد تقليه باش نرموه. والقصبر اللي بغات دير ربطه في الاخير كيما نديرو موالف مع الشربه، دير ربطه في الاخير ترميها، انا ما راحش نرمي، يعني درت ماشي راح ندير الشربه بزاف، والقصبر اللي قطعته يعني يكفيني باش يعطيني البنه. هنا نحط كامل التوابل اللي عندي، ديروا زيت زيتون، زيت زيتون درتها شويه زايده غير باش تعطيني الوجه، ما بغيتش ندير الزيت العاديه على جال هكا باش ماشي راح ندير اللحم اللي فيه الشحم، يعني غير هذيك الزيت اللي راح تعطيني الوجه تاع الشربه، انا دائما نبغي الشربه لازم يكون فيها الوجه. وحطيت الجلبانه اللي كنت نسيت ما حطيتها لكمش في المقادير، تقدروا ديروا جلبانه سينو تقدروا ديروا حمص. إذا كان عندكم الفول الخضر ثاني الحب، يعني الحب تاع الفول الخضر غير الحب ماشي القشره، ديروه يعني ترموا حبيبات معاها. هنا بعد ما تقلات شويه الزروديه وهذوك الخضر نرمي عليهم البطاطا، حتى البطاطا راني دايره حبه صغيره، وهي اللي راني يعني مقطعتها هكا تبان لكم بزاف. إذا كان عندكم اللفت تقدروا ديروا اللفت، انا ما كانتش عندي ما درتهاش، سينو راح تعطي منها هايله في الشربه. نرمي الجوة تاع الحار ونخليها تزيد تتقلى شويه ونمرقها. عفوا، هنايا درت نص مغرفه كبيره تاع الفرينه اللي راح تزيد يعني تثقلي شويه الشربه باش تجيناك شغل خاثرة. اذا كنتو درتو الطوماطيش تاع الباطا ما كان له ديروا الفارينة، يعني هذيك الطوماطيش تاع يعني الطوماطيش المصبرة هي اللي راح تخثر لكم المرقة، انا ما بغيتش نديرها، بغيت يعني نريح شوية من هذيك الطوماطيش تاع الباطا، ونديرو غير الطوماطيش تاع الحب، نديرو حبة برك تكفينا، ونديرو مغرفة ولا على حسب الكمية تاع الشربة اللي راح نديروها، يعني نديرو الفرينة على حسب الكمية تاع المرقة، انا درت غير نص مغرفة كبيرة ما عمرتهاش بزاف. هنايا نمرق بالماء المغلي ونخلي الخضرة تاعي طيب. بعد ما شفت الخضره طابت دروك ندير المرقه، يعني شحال راني باغيه الشربه، يعني الكميه تاع الشربه شحال راني باغيه. في الاول مرقت غير على جال باش الخضره طيب، ودروك يعني نحدد الكميه تاع الشربه اللي بغيتها. الا كنتو شفتوا المرقه مازال ما جاتكمش خاثره مليح تقدروا تزيدوا لها شويه فرينه، يعني ولا النشا، ولا ديروا في شويه ما بارد ولا في عصره تاع قارص
وتخلطوها وتفرغوها في الشربة تاعكم. هنا نرمي الفيرميسال، والفيرميسال يعني لازم لكم تحذروا، هي الفيرميسال تتشرب وراح تقوى لكم الا درتو بزاف. من بعد تجيكم الشربة تاعكم ما تجيش خفيفة، يعني تجي ثقيلة بزاف، لازم ديروا حاجة قليلة ما تكثروش. كل شيء راه طيب عندي، درك نقرا غير الفيرميسال طيب. نغطي عليها ونخليها طيب ونروحوا للسلطه. راح نشارك معكم تانيك هذه السلطه، انا سخفت على هذو زوج صوالح وقلت نشاركهم معكم. كما راكم تشوفوا هنايا غليت المقارون في الماء والملح، من بعد ما طاب وصفيته درت له شويه زيت الزيتون باش يبقى يتفركت ما يتلاصقش مع بعضه. وعندي هنايا لي سوغيمي، عندي كور دو بالمي، عندي المايس والثوم، وعندي بصل مقطع ناعم يعني نص بصله صغيره، يعني اذا كان عندكم البصل الخضر من الاحسن. وانتم تقدروا ديروا فيها واش بغيتوا. نقطعوا لي سيغيمي بهذا الشكل هذا، يعني يكونوا موجدين ديجا لا فينيغريت. درت كيما العاده يعني خل ملح وزيت، درت زيت الزيتون مع الزيت العاديه يعني خلطتهم، ودرت هذيك الى شفتوا ديك لاصوص تاع الفلفل اللي كنت وريتها لكم ديجا من قبل، تجي اون صوص كيما لا مايونيز، عفوا كيما لا مايونيز وفيها الفلفل. ولا هذيك راني مخلطتها في لا فينيغريت، الا ما كانتش عندكم ديروا غير شويه فلفل كحل في لاصالاد. حط البصل ونزيد نقطع لي كور دو بالمي ونفتو الطون. اذا كان عندكم طون تاع الزيت، هذيك الزيت تقدروا ديروها في يعني في لافينيغريت، راح تعطيكم بنه شابه في لاصالاد تاعكم. تقدروا حتى تقطعوا لي كورنيشون ثاني، انا ماش راح نقطعهم، راح نخليهم هكذا كاملين لي كورنيشون، نحطهم في الاخير من بعد في ال... وكنت قليت شويه بلون دو بولي قعد لي، يعني ما بغيتش نعاود نرجعوا للفريجيدير، يعني ما عندي ما ندير به، لازم لي فم نطيبه وناكلو. يعني قليته في لي زيبيس، شويه قرفه شويه فلفل كحل وشويه تاع تاع العكري، ودرت له لاصوص سوجا. فوالا درت له لاصوص سوجا، تعجبني بزاف لاصوص سوجا، سواء في الكبده ولا في الدجاج ولا المهم. قليته قطعته يعني شرائح بالطول، كشغل قطعته بالطول قليته، من بعد حطيته مع لاصالات في الاخير تشوفوها في الطبسي. فوالا هنايا من بعد ما درت لا فينيغات نخلطها مليح ونخليها نغطيها ونخليها تتشرب حتى يوصل الوقت تاع لي وقت المغرب. فوالا درك تشوفوا كل شيء في طبق تقديم، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، ويكونوا عجبوكم هذه الوصفات اللي بزاف يعني سامبل وسهلين، ما مش حاجه يعني ما مش حاجه صعيبه، وصدقوني بنان بنان بزاف كي لاصالات كي الشربه، يعني جو ما شاء الله. وهذه هي الشريبه تاعنا، كما راكم تشوفوا القوام تاعها ما شاء الله، وجات بالوجه يعني جات ما شاء الله في البنه ولا اروع، حاجة غير بسيطة ونديروا منها يعني شوية خضرة. إذا كانت فضلت لكم الخضرة حبة من وحبة من، تقدروا ديروا بها شريبة كما هذه، تجي خفيفة بزاف وبنينة بزاف. وهذه هي لاصالات تاعنا، ثاني زدت درت شوية تاع المايس من الفوق، ودرت كورنيش حبيبات كورنيشون، والدجاج اللي شفتوه مع الطرف هذاك اللي قلت لكم عليه قليته بلاصوص سوجا. وهذه هي الشريبة تاعنا، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وان شاء الله يكونوا عجبوكم هذه الوصفات يعني كأفكار منين ذاك واحد يبغي يغير. وبهذا نقول لكم تلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفة جديدة. صحة فطوركم، تهلاو في رواحكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.